الأمور كمان بنرحب بيكم. النهاردة هيبقى عندنا final revision أو النهاردة هيبقى عندنا مراجعة نهائية للامتحان. هنراجع فيها مجموعة من الدروس اللي خدناها في خلال الترم ده كله. بس الأول لازم أرحب مستر صبحي الغيطاني اللي هيكون معايا النهاردة في الحلقة. أهلا بيك مستر صبحي. أهلا أستاذ أيمن، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام، وطبعا سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة. وأنا كمان طبعا. مرسي جدا. النهاردة بقى هنبتدي الحلقة بتاعتنا بأن احنا هنشوف طبعا مراجعة على مجموعة من الدروس بتاعت الجرامر، مجموعة من الفوكابلري، وكمان هندخل في درس من دروس الرايتنج. هنعمل ليه مراجعة اللي هو الايميل. هنشوف مع بعض كده مجموعة حاجات اللي هنناقشها النهاردة. عندنا زي ما احنا هنشوف على السكرين، هنعمل مناقشة لأسئلة ليها علاقة بالباسيف فويس والاكتيف، الباسيف والاكتيف. هناخد اسئله ليها علاقه بنوت اونلي بات اولسو، هناخد اسئله ليها علاقه بشويه فوكابلري واستخدام البوسيبيليتي وماست وهاف تو والمودل فيربس، وكمان مجموعه من اسئله تانية ليها علاقه بسو ذات ومجموعه دروس تانية. احنا عايزين نبتدي الاول يا مستر صبحي بسؤال خاص بالرايتنج اللي هو الايميل. طبعا حضرتك بخبرتك هتعرف بقى الطلبة اهم تعليمات ممكن يرعوها وهم بيكتبوا الايميل. هنشوف طبعا على السكرين. يعني ده لي اوت للايميل، لي اوت للايميل. بالظبط. فلو حضرتك كده تبص على السكرين وتعرف الطلبة. يعني احنا طبعا بنبدا بتو من على الشمال، طبعا لازم كلنا ناخد بالنا من التنسيق. الايميل بيكون بالشكل ده، بنبدا بكلمه تو من على الشمال، بنكتب بعديها بعد كلمه تو يا اما اسم الشخص اللي انا ببعت له الايميل او الايميل بتاعه، اذا كنت عارف الايميل بتاعه بكتبه اذا كان هو مديهولي. بعديها كلمه فروم، بنكتب اسمي انا او اسم الايميل بتاعي، سبجكت الموضوع، بعمل عنوان كده للموضوع سواء كان انفيتيشن، دعوه، ثانكينج، شكر، او وات ايفر، مهما كان العنوان يعني بنكتبه. بنبدا بعد كده بكلمه دير، بندي جمله افتتاحيه في الاول، وبعد كده بنناقش موضوع الايميل نفسه، وبننهي خطأ الايميل في الاخر. تمام. نفس التنسيق قريب للليتر، بس هو بيختلف بس في الجزء اللي في الاول، ان احنا نبدا هنا بكلمه تو، بعدين فروم، وبعدين سبجكت، والخطوات بقى بتبقى شبه اللتر. احنا ممكن نشوف مثال مع بعض كده علشان خاطر كان طلبه كتير قوي بيسالوا على الايميل والباراجراف والليتر، الرايتنج سكيلز كلها. تمام. كان طلب بيسالوا عليها قبل الامتحان، لازم يكونوا عارفين ازاي يمارسوا الحاجات دي. تمام. احنا يعني هنعلمهم طبعا دلوقتي تطبيق كده من حضرتك ازاي هيكتبوا الايميل. تمام. يعني مثلا لو جالي سؤال ايميل بيقول رايت ان ايميل، بيقول لي اكتب ايميل to your pen friend جاك، اكتب ايميل لصديقك جاك، وقال لي invite him to visit Egypt، ادعي لزيارة مصر، وراح مديني هنا حاجة بسيطة، قال لي your name is أحمد، اسمك أحمد، and your email، الإيميل بتاعك، email address is أحمد at yahoo.com. وقال لي your friend's email، الإيميل بتاع صديقك، is jack at yahoo.com. ده الايميل بتاع صديقي اللي انا هبعت له، jack at yahoo.com. تمام؟ تمام. هو السؤال بيجي لي بالشكل ده بالظبط تقريبا كده. تمام. يعني لو جالي ايميل في الامتحان غالبا هيبقى حاجه زي شبه ده بالظبط كده على الانفيتيشن، الدعوه. يعني هو بيبقى فيه اهم ثلاث معلومات. الايميل بتاع المرسل والايميل بتاع الراسل او اسمه. تمام. وفي نفس الوقت الموضوع بتاع الايميل هيبقى عن ايه. بالظبط. دي اهم ثلاث حاجات هيبص عليها الطالب وهو بيشوف السؤال. هو بيبقى بنفس الشكل ده تقريبا. تمام كده. يعني لو نيجي نجاوب السؤال ده نشوف مع بعض كده الإجابة هنجاوب ازاي. طبعا هنبدأ
زي ما قلنا بكلمة تو. وبعديها هنكتب from subject، دي العناصر الأولانية اللي أنا بكتبها. طب تو مين بقى يا ترى؟ احنا قلنا الايميل بتاعي، الايميل اللي انا باعت له، الشخص اللي انا باعت له، تمام، اللي هو جاك. جاك يبقى تو زي ما قال مستر صبحي، ده الايميل بتاع الشخص اللي بيتبعت له. تمام تمام. جاك ات ياهو دوت كوم. فروم ده الايميل بتاعي انا، هو هنا مسميني احمد، فهكتب الايميل بتاعي اللي هو احمد ات ياهو دوت كوم. سبجكت الموضوع، قلنا بنعمل عنوان للموضوع، يعني ده كان كنا بنتكلم هنا عن انفايت هيم، بيقول ادعيه. تمام. فهنسميه طبعا انفيتيشن دعوه. هو فعلا السبجكت المفروض يا مستر صبحي بيكون حاجه مختصره جدا عن الايميل، عن الموضوع بتاع الايميل، يعني اقصى عدد من الكلمات يبقى 5 ويبقى كتير جدا. تمام. هو طبعا المفروض يكتبه من 1 لـ5 كلمات في السبجكت، ده اقصى عدد، لكن طبعا احنا في المواضيع البسيطه دي مش هنحتاج حتى نكتب 5 كلمات. بالظبط، يعني ده كفايه قوي ان احنا نسميه انفيتيشن دعوه. تمام. هنبدا بقى من على الشمال، نعتبر بعد كده كان احنا بنتعامل مع خطاب عادي جدا. اقول دير جاك، عزيزي جاك. في جمله افتتاحيه مثلا ممكن اقول له جريتنجز فروم ايجيبت، ارسل لك التحيات من مصر. greetings from Egypt. يا ريت الطلبه يكتبوا معانا الايميل ده علشان خاطر ده الايميل الدعوه ده بالذات هو ده اللي عندنا في المنهج بتاعنا. تمام. واكيد لو هيجيب لي ايميل او لتر هيبقى حاجه شبه ده بالظبط تقريبا، او نفس السيستم او النظام اللي حضرتك متبعه. بالظبط. حتى مش هيلحق يكتبه، ممكن يصوره بسرعه لو في موبايل بيصور يصوره بيه. تمام. هو زي ده كده تقريبا بالظبط. بنقول greetings from Egypt، بحييك من مصر، وممكن اقول له بعدها how are you. هنبدا بقى ندعيه، نقول له مثلا I'd like to invite you، احب ان انا ادعيك to visit Egypt، احب ادعيك لزياره مصر. ونقول له بقى جمله، يعني طبعا اما يكون في انفيتيشن دعوه يفضل ان انا احفزه ان هو يجي مصر. تمام. يعني مثلا ممكن نقول له ايه يا مس ايمان؟ مثلا ممكن نقول Egypt has lots of beautiful places. تمام. You will enjoy your time there. طب نكتبها كده Egypt has lots or a lot of beautiful places. Beautiful places دي جملة سهلة، مس إيمان قالتها لنا، يعني بسهولة ممكن نحفظها عادي جدا. مصر فيها أماكن كتيرة جميلة. I'm sure، حضرتك قلتي I'm sure you will enjoy your time in Egypt. تمام. You will enjoy your time. أنا متأكد إن أنت هتستمتع بوقتك in Egypt، في مصر. تمام، كفاية كده. أنا بس ممكن أقول له في الآخر، أو ممكن أقول له مثلا برضو أقول له I'll be happy، أنا هبقى سعيد. دي جملة يفضل إن أنا أكتبها لما أكون بكتب إيميل دعوة أو خطاب حتى دعوة. If you come، أنا هبقى سعيد لو أنت جيت. Yours، الاسم هنا أحمد. أحمد، تمام. وطبعا في الآخر ده بمضي اسم الشخص اللي بعت الإيميل. تمام، ده اللي هو اسمي أنا، يعني هو يعني بس ما حدش بيكتب اسمه الحقيقي طبعا، يعني هو في الامتحان بيديك الاسم، يعني أحمد بيقول لك يور نيم إز أحمد، يور نيم إز منى، وهكذا. تمام. يبقى ده شكل كده الايميل. لازم نحافظ على التنسيق اللي احنا قلناه كده، بنبدا بكلمه تو زي ما شفنا. تمام. فروم سبجكت الموضوع. بنبدا دير جاك، بنحييه في الاول، نقول له مثلا جريتنجز فروم ايجيبت، هاو ار يو، ايد لايك تو انفايت يو. يا ريت نكتب الجمله كلنا، جمله الدعوه دي، اما اجي ادعي شخص بنحفظ الجمله دي كويس، نكتبها في كراستنا، يا ريت نحفظها. طبعا ممكن تيجي لهم في السيتويشن كمان. ممكن تيجي في سيتويشنز، وممكن يقول له بدل ادعي حد لزياره مصر، ممكن ادعي حد مثلا تو ماي بيرث داي بارتي، العيد ميلادي. تمام. يبقى هتبقى نفس الجمله. هقول I'd like to invite you مثلا to visit Egypt. بعدها قلنا Egypt has a lot of beautiful place. I'm sure you will enjoy your time. انا متاكد انك هتستمتع بوقتك in Egypt. I'll be happy if you come. ده كان الايميل، ويا ريت الطلبه يكونوا كتبوا جمله الدعوه. اوكي، ثانك يو فيري ماتش مستر صبحي. يور ويلكم. دلوقتي بقى هنحاول ان احنا نتنقل لاسئله ثانيه، وهناخد بقى مجموعه من الاسئله اللي بتيجي في الامتحان شامله لمجموعه من اليونتس او الوحدات اللي احنا درسناها النهارده. هنشوف على سكرين الفيرست كويستشن اللي هيكون موجود عندنا. تمام. هو choose the correct answer from A, B, C, or D.
choose the correct answer from A, B, C, or D. The first question بيقول my little sister وبعدين نقط nice I hope we'll meet. عندنا كلمات زي sounds, repairs, cooks and eats. مستر صبحي يا ريت حضرتك انا عايزين حتى نقف يعني قبل ما نجاوب حتى عايزين نقف عند الجمله دي يعني لانها غريبه شويه بالنسبه للطلبه تمام. كلمه sound احنا عايزين بس ناكد على الطلبه لازم ناخد بالنا ان كلمه sound or seem الحاجات دي بيجي بعديها adjective تمام وهنا معناه مختلف يعني كلمة sound معناها مختلف يبدو seem أو sound الحاجات دي بمعنى يبدو يعني مثلا ممكن أقول your shirt looks nice القميص بتاعك يبدو لطيف أو or looks beautiful تمام. يبقى look لازم يجي بعديها adjective صفة سواء كلمة sound أو seem أو look بيجي بعديها adjective صفة تمام. يبقى احنا هنا الصفة اللي عندنا هنا في السؤال بتاعنا nice طبعا فهيبقى قبليها sound وهنا طبعا زي ما حضرتك قلت معناها يبدو تمام. ودي فعلا الإجابة السليمة my little sister sounds nice يعني تبدو شخصية لطيفة تمام. طيب هنروح بعد كده للسؤال اللي بعده نبيلة is looking forward to وبعدين space أو نقط to London after the exam. Looking forward to. ING طبعا. تمام بتبقى بعدها ING. وده برضو واحد من دروس اللي عندنا اللي هي التعبيرات اللي بيجي بعدها ING درسناها السنة دي والطلبة طبعا هنفكركم بيها اللي هي خدنا look forward to. Is used to. خدنا كمان بعض الصفات afraid of. Worried about. careful about. الحاجات دي كلها كل حروف الجر بيجي بعد ING ما عدا طبعا to. بس تو اللي قدامنا دي جاي بعديها اي ان جي اللي هي لوك فورورد تو وفي كمان تو تاني اللي هي از يوز تو تمام مظبوط فطبعا هنا الاجابه السليمه هتبقى going اللي هي فيها الاي ان جي يبقى نبيله از لوكينج فورورد تو going تو لندن افتر ذا اكزام بعد كده عندنا الجمله الثانيه today's news وبعدين نقط sad وعندنا الاختيارات is are where have been طبعا is is رغم ان الكلمه نيوز فيها اس is لان طبعا نيوز uncountable تعتبر بنعتبرها زي uncountable nouns الاسماء التي لا تعد فبتعامل عامه المفرد بالظبط هي فعلا نهايتها اس او نهايه الكلمه اس لكن ده مش معناه ان هي جامع مش معناه ان هي جامع هي شكل الكلمه اللي كده فاحنا طبعا نستخدم كلمه is هي دي اللي هتبقى الكوركت انسر today's news is sad زي كلمة information برضو يا مستر صبحي equipment. من الكلمات من الكلمات اللي مفرد بعد كده عندنا كلمة سؤال my teacher asked me وبعدين نقط talk in class والاختيارات can't want don't not to ده خاص بال reported speech الكلام الغير مباشر تمام. في ريبورت سبيتش قلنا ان لما يكون امر منفي زي ده بنجيب نوت تو طب الطالب بيعرفها ازاي انها مثبت او منفي طبعا من معنى الجمله تمام يعني هنا اكيد المدرس مش هيقول لي اتكلم في الفصل لا هيقول لي ما تتكلمش في الفصل بالظبط تبقى نوت تو تمام يبقى الكوركت انسر هي نوت تو وطبعا زي ما قال لنا مستر صبحي لان ده الريبورتد سبيتش او الغير مباشر طيب تعال نشوف سؤال تاني the policeman asked the man if he anything عندنا الاختيارات have got losing lose had lost طبعا had lost had lost طبعا هي الكوركت انسر وده reported speech برضو طب برضو عشان بس الطلبة يفهموها هستأذن حضرتك عشان طبعاً. يعني مش عايزين نجاوب سريعا برضو عايزين نستنى شوية بحيث ايه نشرحها لهم برضو جات ازاي احنا في الريبورتد كويستشن في السؤال الغير مباشر هنفكر الطلبه كده كنا بنتكلم على رول قاعده بسيطه كده ان انا ببدا بالسبجكت او السبيكر المتحدث الشخص اللي بيتكلم وبجيب بعديها اسك يعني سال يعني اقول فلان سال فلان واجيب بعديها بعد كده الاوبجكت او الادرسي الشخص المفعول او اقول عليه المخاطب تمام وطبعا لو كان سؤال بعد من غير اداه استفهام بربط باف لو في اداه استفهام بنربط بيها باداه الاستفهام نفسها تمام يبقى السؤال اللي هو اجابته يس او نو ده بنستخدم معاه كلمه اف اف اور ويذر يا او ويذر تمام لكن لو سؤال عادي جدا ب وير ووات ووين والكلام ده او هاو ده اسمه دبليو اتش كويستشن هنستخدم معاه كلمه الكويستشن وورد اداه الاستفهام نفسها وبعديها بقى كده بجيب انا السبجكت وبركز قوي قوي على حكايه السبجكت بلس
past verb، فعل في الباست في الماضي. تمام. سواء بقى كان يبقى لازم يكون القاعده كده نكتبها كلنا تاني مع بعض عشان نفتكرها، ان انا ببدا بالسبجكت الفاعل او المتحدث الشخص اللي بيتكلم. تمام. يعني اقول فلان سال فلان، وبعدها كلمه اسك اتسال، والاوبجكت الشخص اللي بيتسال، وبعدين اف او اداه الاستفهام، بجيب بعدها السبجكت الفاعل وفعل في الباست في الماضي. تمام. لان احنا بنحول السؤال ما بيبقاش سؤال. آه. يعني بنغير في تركيبه السؤال، بدل ما نجيب الهيلبينج فيرب في الاول. تمام. لا، بنجيب السبجكت او فعل الجمله قبل الهيلبينج فيرب، وبنشيل لو هيلبينج فيرب ونحط بقى الفعل العادي اللي هو في الباست في الماضي. يعني انا مهم قوي قوي ان احنا نقف نحفظ كويس قوي حكايه فاعل وفعل ماضي. يعني تمام. انا بحب اكد عليها كتير قوي عشان في الاختيارات او حتى في الري رايت، يعني الطلبه احيانا يقول مثلا وات هيز فيفرت سبجكت، وات از هيز فيفرت سبجكت. لا، انا هقول وات هيز فيفرت سبجكت از، يبقى لازم اجيب از في الاخر. اقول مثلا وات، ما اقولش مثلا وات واز هي دوينج، لا اقول وات هي واز، يعني اجيب فاعل هي وبعدها واز، كانها جمله عاديه جدا. بالظبط كده، لان لازم احولها لصيغه خبريه. تمام. ميرسي جدا يا مستر صبحي. هناخد سؤال تاني، واحنا كويس ان احنا شرحنا الجزء ده، لان احنا عندنا في الريبورتد سبيتش كذا سؤال النهارده. هم ثلاث انواع وانواع كتير. فهي لازم يعني يجي منه في الامتحان ده، مفيش كلام. لازم يجي، هي اصعبهم اللي احنا شرحناه دلوقتي. تمام. اللي هو موضوع السؤال. تمام. طيب هناخد بقى سؤال تاني دلوقتي ليه علاقه بالفوكابلري. سبيشال لايت بلب يوزز لس، وكاتب في الاختيارات واتر انرجي لادر ساين. طبعا السبيشال لايت بلب يوزز لس انرجي. ممكن حضرتك تفكرهم بمعنى الكلمه. كلمه انرجي ليها طاقه. تمام. دي حاجه خاصه بالكلمات. سؤال سهل طبعا، ان انا المصباح الكهربي بيستخدم طاقه، في مصابيح معينه بتستخدم طاقه اقل، ليس انرجي. عندنا الاختيارات ووتر طبعا الماء، وفي ليدر اللي هو السلم، ساين اللي هي اللافته، وكمان انرجي طاقه. شكرا. وبعد كده هي فعلا الإجابة السليمة كلمة energy. عندنا سؤال تاني، I enjoyed my school، وبعدين نقط to smiley. والاختيارات voyage ولا trip، flight، classroom. تمام. ده برضو خاص بالvocabulary. عندنا درسنا أنواع الرحلات، كلمة فويج طبعا اللي هي رحله بحريه. تمام. اكيد انا رحت اسماعيليه، مش رحله بحريه دي. رحله مدرسيه اللي هي سكول تريب. وفلايت رحله جويه، وكلاس روم طبعا ده الفصل المدرسي. الفصل المدرسي. فطبعا الاختيار السليم هي كلمه تريب. بعد كده it isn't raining so we take a taxi. احنا عايزين نقف برضو عند الجمله دي. يا ريت نقف عند الجزئيات اللي بتبقى صعبه شويه دي، نقف عندها شويه. it isn't raining so we، وبعدين take a taxi. وعندنا الاختيارات must، have to، don't have to، وهاز تو. تمام. طب انا هستاذنك حتى قبل ما نشوف السؤال ده، يا ريت الطلبه حتى تشاركوا معانا في الاسئله بتاعتنا، وطبعا تليفون برنامج هنكتبه لكم دلوقتي، رقم تليفون برنامج 257-56-187. يا ريت تشاركوا بالاتصالات بتاعتكم، هنشوف اسئله رايت واسئله حاجات كتير من اللي انتوا بتحبوها. طيب. الجمله كانت بتقول it isn't raining it isn't raining so we don't take a taxi، يعني احنا مش مضطرين ناخد تاكسي. بالظبط. هنا هنتكلم بقى على necessity. بالظبط. الضروره في البريزنت في المضارع. يعني انا لما يكون عبر عن هعبر عن ضروره في المضارع بنستخدم must، have to. تمام. or and has to. بنستخدم must، have to، or has to، دول بعبر بيهم عن necessity. بالزبط. ضروره او obligation. النفي بتاعها لو حبينا ننفيها هتبقى don't have to. تمام. ده بنسميه lack of necessity، عدم وجود ضرورة. doesn't have to. وفي كمان needn't. يبقى مستر صبحي كلمة must ممكن جدا الطلبة ينفوها بكلمة don't have to. تمام. مش لازم must. مش ضروري must. must دي حاجة تانية. بالزبط. اللي هي التحريم خدناها برضو. درسناها السنة دي. بس احنا هنتكلم دلوقتي بس على الضرورة او عدم وجود ضرورة. لو في ضرورة بنستخدم must، have to، or has to. لو النفي بتاعها طبعا don't have to، doesn't have to، or needn't، بمعنى ان انا مش مضطر. اقول لواحد انت مش مضطر تعمل كذا. يعني انا لو قلت، هناخد بس مثال سريع كده عشان نوضح الفرق بين الاثنين. لو قلت you have to follow
the school rules، انت لازم تتبع قواعد المدرسية. You have to، انا جبت هنا have to بمعنى يجب ان، او انت مضطر ان انت تتبع القواعد المدرسية، وجبت بعدها كلمة follow ده infinitive فعل في المصدر. تمام. وطبعا school rules دي حاجة لازم ان احنا نتبع، ده الزام، علشان كده يبقى فيها الالزام. تمام. لو حبينا نشوف مثال على عدم وجود ضرورة، لو قلت مثلا you don't have to take a taxi، انت مش مضطر ان انت تاخد تاكسي. You have plenty of time، انت عندك وقت كتير. Or you have much time. يبقى هنا مفيش ضرورة فهنستخدم don't have to. يبقى في الضرورة لما كان في ضرورة بنستخدم must او have to او has to. لو عايز اعبر عن عدم وجود ضرورة هجيب don't have to او doesn't have to او needn't. تمام. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا. تمام. It isn't raining، الجو مش بيمطر، ما بيمطرش، فالطبيعي احنا مش هنبقى في ضرورة او مش محتاجين قوي ان احنا ناخد تاكسي. تمام. So we وبعدين don't have to. Exactly. يبقى الاجابة هتبقى don't have to take a taxi. Yeah. صح. Thank you very much Mr. Subhi. Let's move to another question. You mustn't leave your car here. The sign says وبعدين no ونقط ومديله اختيارات. طبعا هم اخدوا ساينز كتير، اخدوا no smoking no, no parking no، اخدوا في ساينز كتيرة في الدرس عندهم. هنا الاختيارات leaving و marking parking smoking. You mustn't leave your car، ما تسيبش عربيتك هنا، يبقى no parking، يبقى اكيد ليها علاقة فعلا parking. No parking، ممنوع الانتظار. تمام. تمام. يبقى the correct answer is no parking. طيب بعد كده عندنا another question. Much water a day is وبعدين نقط from the Toshka lakes to farm land. بالظبط. هي كلمة pumped هي الإجابة السليمة. طب حضرتك بقى فرق لنا، يعني ليه ما خدناش مثلا irrigated؟ لا احنا عايزين نتكلم، لأن معناهم متشابه. لا احنا هنا بنتكلم عن المية بتضخ. كلمة مضخة اللي هي pump. فأقول too much water is pumped from the Toshka valley through Toshka lakes to farm lands. لكن لو هجيب كلمة irrigated أنا ممكن أقول مثلا the land أو مثلا farms are irrigated، إنها بتروى. تمام. لكن المية بتضخ من مكان لآخر، دي اسمها pumped. تمام. Thank you very much. طيب نتحرك لكويستشن تاني وهو سؤال خاص بالريرايت. يبقى احنا كده هنبدأ اسئلة الريرايت بقى. وطبعا برضو دي هنقف عندها مناقشات كتير بقى. تمام. Rewrite the following sentences. واول جملة عندنا هي he thanked me because I carried his bag. Yeah. He thanked me because I carried his bag. وطالب مننا نستخدم كلمة for. طبعا for ده حرف جر، فهجيب بعدها verb plus ing فعل مضاف له ing. فأقول he thanked me for carrying his bag. تمام. He thanked me for carrying his bag، يعني شكرني ان انا شلت شنطته. تمام. يبقى he thanked me for وبعدين نحط ing لكلمة carry او الفعل علشان جت بعد كلمة for. بعد كده عندنا question تاني. The teacher told the pupils that they had to do their homework well. وطالب نستخدم said. هو ايه المطلوب منهم هنا يا مستر؟ لا ده هنا بقى ده عكس اللي احنا كنا بنقوله. تمام. يعني المرة دي عايزنا نرجع الجملة من reported speech نرجعها لدايركت سبيتش، يعني من غير مباشر نرجعها لمباشر مرة تانية. فلما هنيجي نحول الجملة دي لمباشر المفروض ان انا هقول the teacher، هنشوف مع بعض كده علشان نرجعها لأصلها. اقول the teacher said to the pupils، المدرس قال للتلاميذ، الجملة كان فيها had to. تمام. The teacher told the pupils that they had to do their homework well. يبقى the teacher said to the pupils you have to. تمام. Do your homework well. الجملة فيها pronouns ضمائر كتير قوي اتحولت. تمام.
ما هو عايزه بقى حضرتك تفهم اه لهم هنقف حكايه بقى، ايه هنقف اللي شويه. بنحوله في الجمل اللي زي كده. اه يعني الجمله دي احنا هنا طبعا كانت عندي كلمه تولد، انا رجعتها لاصلها اللي هي سيت تو، تمام. يبقى المدرس قال للتلاميذ ذي، الجمله فيها ذي انا رجعناها لاصلها اللي هو يو. يو هاد تو ماضي، انا رجعتها لاصلها هاف تو بريزنت مضارع. يور دي عند حضرتك ذير، تمام. رجعتها لاصلها اللي هي يور، يور تمام. بيخاطبهم هم. اه لانه بيخاطبهم هم، يبقى عندي في ضمائر اتحولت زي يو ويور، حولنا كمان التنس زمن الجمله هاف تو في الريبورت سبيتش كانت هاد تو، يبقى دي كده رجعناها من مباشر غير مباشر. بس احيانا عشان بس نبقى واضح، ممكن اجيب ذا تيتشر سيد دي في اخر الجمله، يعني ممكن ابدا اقول يو هاف تو دو يور هوم ورك ويل، واكتب بعدها كلمه بيوبلز يعني بيكلم التلاميذ، وبره اقول ذا تيتشر سيد. تمام، يعني التيتشر سيد دي ممكن تبقى في الاول او في الاخر، مفيش مشاكل. اه ثانك يو فيري ماتش مستر شقي. بقى زي ما مستر صبحي قال لنا كده، احنا لازم نبص على اهم ثلاث حاجات في التحويلات دي. فعل القول، يعني مثلا هشوف asked او said هنحولها من او told نحول ايه لايه، وكمان عندنا الفعل الاصلي بتاع الجمله لو هو في الباست او في البريزنت، هنشوف لو مطلوب indirect او reported او مش reported هنحول من ده لده ازاي، وكمان نبص على الضمائر بتاعت الجمله لان لازم هيتم تحويل ضمائر في الجمله. الانسر زي ما شفنا مع مستر صبحي، you have to do your homework well, the teacher said to the pupils. وطبعا نحط الكوتيشن مارك لو students يحطوها على الكلام اللي هو المفروض بيتقال. تمام. Next question او السؤال الثاني، وليد said to احمد don't eat too much sugar. وطبعا دي جمله امر. ده امر نفي عن شيء. وطبعا طالب مننا هنا يستخدم told. ده برضو ليه علاقه بالريبورتد سبيتش يا مستر صبحي. طب برضو انا بحب هقول القاعده برضو كده زي ما قلناها في السؤال، هنشوفها برضو هقدمها دلوقتي في الامر برضو باختصار كده في سطر واحد، ان احنا هنبدا بالسبجكت المتحدث ونجيب بعديها كلمه told or asked، يعني بس asked هنا معناها طلب. تمام. فلان طلب من فلان، وبعديها الاوبجكت الشخص اللي انا بطلب منه ده، وبعديها لو امر مثبت هتبقى تو، لو منفي تبقى نوت تو. تمام. وبعديها انفينيتيف فعل في المصدر. بالظبط. يا ريت نكتبها زي ما هي كده، حاجه سهله وبسيطه، بدل ما افضل اقول ان احنا هنحول الضمائر ونقول هنحول اذا جات لك سيد حولها لتولد، لا احنا هي دي القاعده باختصار كده. تمام. السبجكت المتحدث او الفاعل، بعديها تولد او اسك، وبعدين اوبجكت المخاطب الشخص اللي انا بكلمه او بامره، واجيب بعديها تو في الاثبات ونوت تو في النفي، وبعدين فعل في المصدر. يعني انا لو هقول ينفع حضرتك تقول جمله عشان ما انا لسه هقول جمله حالا. انا لسه فعلا هقول جمله. يعني انا لو قلت مثلا منى said to آية، منى قالت لآية don't play with matches، بتقول لها ما تلعبيش بالكبريت. منى said to آية، قالت لها don't play with matches، ما تلعبيش بالكبريت. طب اما نيجي نحولها كده، احنا انا لسه قايلين حالا بنبدا يعني هرجع للقاعده كده هوريها لكم، يا ريت حتى تكونوا كتبتوها وطبقها على اي سؤال يقابلك، يعني انت اكتبها عندك وحل السؤال وراجع بيها تاني. انا قلت ببدا بالسبجكت المتحدث، المتحدث هنا اللي هو منى. تمام. بعديها بنجيب كلمه ask او told، هنكتب كلمه told اي مش مشكله عادي دي او دي، يبقى said to هنا حولناها لتولد. اخبرت مين بقى؟ ايه. انا قلت بنربط بتو او نوت تو، انا عندي هنا دي جمله منفيه فيها دونت، هشيل دونت واكتب نوت تو. نوت تو او تو يجوا قبل الفعل الاساسي، قبل المصدر. تمام. نوت تو، واكمل الجمله بقى بلاي ويز ماتشز، يعني قالت لها انها ما تلعبش بالكبريت او امرتها انها ما تلعبش بالكبريت. يبقى كده حولناها لريبورتد ريكويست، طلب غير مباشر او امر غير مباشر. تمام. فاحنا هنرجع thank you طبعا very much مستر صبحي، وهنرجع للجملة بتاعتنا تاني. وليد said to احمد don't eat too much sugar، يبقى الانسر بتاعتها هتكون وليد told احمد not to eat too much sugar. تمام. زي ما حضرتك قلت جبنا وليد بعد كده كلمة told
احمد ونوت تو قبل الفعل الاساسي بتاع الجمله اللي هو ايت في الجمله دي، وكملنا بقيه الجمله. بعد كده هنروح لسؤال تاني اللي هو how old are you Selma asked Tom، وطبعا طالب منه يستخدم Tom asked Selma. احنا كده هنحول من reported ده reported question، السؤال الغير مباشر، برضو ليه علاقة للreported speech. فاحنا ممكن برضو يعني هنا هنبدأ طبعا بالشخص اللي بيتكلم اللي هو Tom. يبقى Tom asked Selma، توم سأل سلمى، وهنربط بعدات الاستفهام اللي هي how old. طبعا are you هنحولها طبعا تبقى how old she is. تمام، how old يبقى سألها how old she is. وعايزين نأكد بس، يعني هستأذنك عشان بعض الكتب جايبها she was. ايوه بالظبط. يعني هي المفروض الحقائق الفاكتس الحاجات دي كلها بخليها في البريزنت في المضارع زمان. بالظبط، زي الاسم ما بيتغيرش، السن برضو، يعني دي كلها حاجات. يعني هو جايز برضو، يعني احنا هنعذر بعض الكتب شويه على اساس ان الطلبه لسه في مرحله اعداديه، يعني هتبقى بتهيألي تبقى صعب عليهم شويه موضوع الفاكتس الحقائق دي. بس هو كقاعده ثابته كده المفروض ان الجمله تفضل از ما هي في المضارع، لان انا بتكلم هنا عن حقيقه. في الجمله دي طبعا، لانه زي ما حضرتك قلت بنتكلم عن حقيقه، لكن طبعا في الجمل الثانيه بتحولها، لا بتتحول لماضي عادي، احنا شرحناها دلوقتي ازاي بنحولها، لكن جمله زي دي ده احنا هنا بتكلم عن عمر، بتكلم عن حقيقه. تمام، فالمفروض انها تفضل في البريزنت زي ما هي. مظبوط. وطبعا شي از دي، شي هنا اللي عايده على كلمه سلمى اللي موجوده في الجمله. تمام، ثانك يو فيري ماتش. وفعلا الانسر از توم اسكت سلمى هاو اولد شي از. نروح لكويستشن تاني. I hope I will buy a new computer. I hope I will buy a new computer. وطالب منه look forward to. Look forward to كان معانا سؤال من شويه multiple choice، كان في برضه look forward to ing، بنجيب بعد ing. هقول I look forward to buying. تمام، يبقى احنا هنشيل hope will وهنستخدم كلمة look forward to في الجملة. yeah. فهنقول I look forward to buying a new car. yeah. تمام، thank you. بعد كده question ده هنقف عنده كتير برضو علشان نفكر الطلبة بالدرس ده. The police took the thief to prison yesterday. The police took the thief to prison yesterday. وطالب منه يبدأ بكلمة the thief. طبعا ده درس خاص بالباسيف فويس. تمام، في الباسيف فويس احنا عندنا السنة دي الأزمنة كلها مطلوب مني ان انا اعرفها، اعرف الرولز القواعد بتاعتها ازاي احولها من اكتف لباسيف. فياريت الطلبة كده هراجعها معاك وهكتب لكم الأزمنة كلها، بس ياريت تكتبها معايا بسرعة كده علشان خاطر يعني حتى في الامتحان احنا ما عندناش حاجه. في كان زمان في سؤال بيقول دو اس شون، كان يقول لي مثلا تشينج انتو باسيف، حول للباسيف، لكن المره دي الطالب ابدا بذفيف، يعني كانه بيقول لي برضو حولها للباسيف. بالظبط. تمام، فهنراجعها كده بشكل سريع. اول زمن البريزنت سيمبل، المضارع البسيط في المبني للمجهول في الباسيف، ذا بريزنت سيمبل في الباسيف بيكون عندنا بعد الاوبجكت طبعا المفعول، بجيب بعد منه am is are and the past participle، التصريف الثالث للفعل. تمام، واحيانا ممكن اجيب by plus the subject by وبعديها الفعل. ده اول زمن البريزنت سيمبل، بنبدا بالمفعول وبعديها am is are والتصريف الثالث للفعل وباي زائد الفعل. عايزه بس الفت نظر الطلبه وحضرتك بتشرح لهم الازمنه كلها، ان هم هيلاحظوا ان في عامل مشترك في كل الازمنه اللي هو verb to be. تمام، والباست بارتيسيبل. تمام، في كل الازمنه في الباسيف هنلاقي فعل verb to be اللي هو am is are، ممكن نلاقي being، ممكن نلاقي been. المهم ان احنا لازم هنلاقي verb to be في الجمله بس بتصريفات المختلفه حسب الزمن، وكمان هنلاقي الباست بارتيسيبل في كل الازمنه، فدي ممكن تسهل عليهم شويه لما يجوا يحلوا السؤال. طب انا هقول سنتنس برضو كده وحضرتك ايه، يعني حتى نحولها مع بعض كده. لو قلت my mom cleans the flat، يا ريت حضرتك بقى تحولها لنا كده. طبعا هبدا بكلمه the flat. تمام، وده طبعا الاوبجكت، وبعد كده هنقول هنبص على الفيرب هنلاقيه cleans، يعني ده فيرب في المضارع او فعل في المضارع، يبقى هنجيب verb to be المناسب ليه كلمة is.
وكمان مناسب لكلمة the flat علشان دي مفرد. وبعدين ال وبعد كده الفعل الأصلي هنجيبه في التصريف الثالث هتبقى cleaned. يبقى the flat is cleaned. ممكن أحط بقى by mom في الآخر أو by والفاعل بتاع الجملة. تمام. يبقى بدأنا بال object المفروض زي ما حضرتك قلت the flat is وال past participle cleaned. تمام. طب تاني زمن نراجعه برضو سريعا كده ال past simple الماضي البسيط. The past symbol في الباسف نبدأ بالأوبجكت المفعول وبعديها was or were and the past participle التصريف الثالث للفعل. تمام. ده الباست سيمبل الماضي البسيط. البسيط. الزمن الثالث اللي هو البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. المضارع المستمر ببدأ بالأوبجكت المفعول بعديها is are being وطبعا الطلبة بيستغربوا شوية مس إيمان عند كلمة being. ما هو مستمر لازم أجيب حاجة تدل على الاستمرارية. هما دايما بيسألوا الطرف يسألوا being دي بتاعت إيه إحنا جبناها منين. فهي زي ما حضرتك بتقولي كده يعني الطالب لازم يعرفها إن إذا كان present continuous مضارع مستمر أو past لازم أجيب being. والماضي المستمر برضو بقى فيه being. تمام. الماضي المستمر بقى بيكون object المفعول وبعديها was or were وبرضو كلمة being وbeing تاني برضو والpast participle تصريف التالت. ما هو لازم بقى هما يعرفوا كويس انه طالما في حاجة مستمر يبقى لازم هستخدم being. تمام. لو حاجة في تصريف التام مضارع تام ماضي تام يبقى هستخدم كلمة being. يعني اقول have been او has been. تمام. بالظبط. او had been لو ماضي تام. فالمستمر هيبقى فيه being, التام هيبقى فيه been, وطبعا الأزمنة التانية هتبقى لو مثلا فعل الفيوتشر مثلا يبقى بي ويل بي. يبقى ويل بي عشان الانفينيتيف. ويل بي زائد التصريف التالت للفعل. والبريزنت هيبقى ام واز بس من غير حاجه, هيبقى بقى على طول بعديه الباست بارتيسيبل, ولو باست هيبقى واز او وير وبعديه الباست بارتيسيبل. تمام. حضرتك كمل يا مستر صبحي بقيه الازمنه. تمام. احنا كنا وصلنا عند الباست كونتينوس الماضي المستمر. المضارع التام ذا بريزنت بيرفكت المضارع التام. المضارع التام في الباسف have been او has been. تمام. وبعديها برضو الباست بارتيسيبل تصريف التالت للفعل, وما ننساش ان احنا لازم نجيب الاوبجكت المفعول في الاول. تمام. يعني انا برضو حابب ان ندي مثال عليها علشان خاطر ما نقولش قواعد كده وما نبقاش فاهمينها. انا عايز كلكم تبقوا متابعين معانا وفاهمين الازمنه دي ازاي بنحولها لباسف. يعني لو قلت مثلا she has cleaned the dishes يعني هي غسلت الاطباق. يلا نحولها مع بعض كده. هنبدا بكلمه the dishes طبعا. هو في الامتحان جمله زي دي يا اما يقول لك ابدا بذا dishes يا اما يقول لك استخدم been. مظبوط. تمام. فهنبدا بذا dishes. نقول ايه the dishes. yeah the dishes. وبعدين طبعا عشان هي جمع فاحنا هنغير has هتبقى have. تمام. لازم ناخد بالنا برضو من الحكايه دي ان احنا نبص على الاوبجكت لما نجيبه في الاول هل هو جمع ولا مفرد. تمام. لو هو جمع يبقى هنشوف الفعل بتاع الجمله التصريف بتاعه حاجه ريليتد او ليها علاقه بالجمع يبقى هنخليه, لو ملهاش علاقة يبقى لازم نغير التصريف بتاع الفعل ونخليه related للجمع. يعني الجملة الجملة الأصلية فيها has بس أنا تحت جبت have. تمام. علشان خاطر عشان كلمة dishes, dishes جمع. تمام. have been طبعا عادي جدا, احنا قلنا انه كلمة been هتستخدم مع التام, واحنا عندنا دلوقتي اهو يعني زمن الفعل هنا في المضارع التام فجبنا كلمة بين ما بين الفعل وما بين كلمة have. تمام. يبقى the dishes have been cleaned يعني الأطباق غسلت. تمام. ال past perfect الماضي التام the past perfect زمن الماضي التام في الباسف. احنا قلنا الأزمنة التامة كلها بيبقى فيها been object plus had been والتصريف الثالث برضو للفعل. يعني انا لو قلت مثلا the farmer الفلاح had planted a lot of trees زرع اشجار كتير, لو انا حبيت احولها هيقول لي ابدأ مثلا
but a lot of trees او هيقول لي استخدم pen. فلما تمام. حاجة احولها هنبدأ طبعا بال object مس اللي هي ايمان a اللي lot هو of trees, a lot of a lot trees. of trees. yeah و had, تمام. طبعا had بتنفع مع جمع او مفرد, فدي مش هتحيركم خالص. a lot of trees had been, وبعدين planted التصريف الثالث للفعل. A lot of trees had been planted, يعني أشجار كتيرة زرعت. زرعت. تمام, دي كده بقت passive مبني المجهول في ال past perfect الماضي تمام. التام. طب أنا راجع الزمن الأخير اللي هو ال future future. المستقبل. في المستقبل طبعا هو بيكون أساسا من will plus infinitive, will زائد المصدر. فأنا في ال passive بجيب will be والتصريف الثالث للفعل. يعني احنا لو قلنا the government الحكومة, ودي جملة بتيجي في امتحانات كتير, well build a new school in our village, الحكومة هتبني مدرسة جديدة في قريتنا. لو قال لي استخدم will be, يبقى هنا بيطلب مني بالظبط كده ان انا احولها. رياح وكتب له الفعل. هو احيانا بيكتب له الفيرب واحيانا يكتب له يبتدي بايه. يبتدي بايه؟ يعني هنا مثلا هنبتدي بكلمه a new school اللي هي الاوبجكت المفعول. هقول a new school. a new school, بعد كده هنجيب will. تمام. will be be built in our village. in our village. عايزين نحط بقى by the government, it's okay. انا ما بحبهاش بصراحة ان انا احط باي دي. لكن هي الخطوات الرئيسية ان انا بجيب الاوبجكت, وبعدها هنا في الفيوتشر هجيب will be والباست بارتيسيبل التصريف الثالث الفعل. الاوبجكت المفعول بتاعي a new school, وبعديها احنا قلنا بنجيب بعد الاوبجكت المفعول بنجيب will be. يبقى انا جبت will be اهي, والتصريف الثالث الفعل كلمة build, التصريف الثالث منها build. كده احنا رجعنا الباسف كله الباسف تقريبا كله. ودي يعني على فكره موضوع الباسف ده انا لما براجعه بعتبر ان ده جزء كبير من المنهج. وناس كتير فعلا سالت عنه يا مستر سكر. لان هو ازمنه كتير, والطلبه يعني 8 ازمنه مع بعض في درس واحد بتبقى كتيره شويه. تمام. ثانك يو فيري ماتش. يور ويلكم. هنرجع بقى تاني للجمله بتاعتنا. تمام. The police took the thief to prison yesterday. هنبدا بكلمه the thief, وطبعا عندنا فعل هنا في الماضي اللي هو took. تمام. يبقى طبيعي was. هيبقى was وبعدين taken اللي هو التصريف الثالث. يبقى السنتنس او الجمله هتكون the thief was taken to prison by the police yesterday. yeah. بعد كده عندنا دي برضو جمله ليها علاقه بالpassive, the Egyptian government had spent a lot of money on the Egyptian museum. had spent a lot of money on the Egyptian museum. برضو وطالب نستخدم كلمة be. فطبعا ده برضو passive. passive. طبيعي ان احنا هنبتدي بالحاجة ال object زي ما حضرتك قلت, فهتبقى الجملة a lot of money had been spent on the Egyptian museum by the Egyptian government. اوكي. الجملة اللي بعد كده we'll sell cotton and wheat. We'll sell cotton and wheat. وطالب منه يستخدم كلمة be. ده الفيوتشر. ده الفيوتشر tense بتاع الباسيف. وطبعا الحاجة الأوبجكت هنا اللي هي cotton وwheat. فاحنا هنبتدي فيهم في الأول. فهنقول cotton and wheat will be sold by us. cotton and wheat will be sold by us. Yeah. تمام؟ او بلاش بايس لو دي يعني لو مستر صبحي ما بيحبهاش. لا مش موضوع ان انا ما بحبهاش, يعني اصل هو يعني انا رايي يعني لا انا مؤيده لرايك جدا في الحكايه دي. لا بصي اصل حضرتك انا طالما هتكلم على الباسيف مجهول, يعني انا عايز اقول مثلا ان شنطتي اتسرقت. انا اللي يهمني ان الشنطه اتسرقت بالظبط. الاكشن نفسه. الاكشن نفسه when the action is more important, لما الاكشن يكون اكثر اهميه فيفضل ان انا اخلي جمله باسف. صح. We don't need to mention the doer. ما بحبش. فعشان كده مش يفضل ان انا ما اذكرش الفاعل يعني. تمام. مظبوط. We are building a new school here. دي جمله ثانيه. We are building a new school here. هيستخدم كلمه being طبعا عشان احنا شايفين ان هنا التنس مستمر او continuous. فهتكون الجمله A new school is being built here by us. A new school is being built here by us. احنا شفنا اهو ابتدينا بنيو سكول, فطبعا غيرنا الفعل بدل ما هو are مع we
فبقى is مع new school. وبعد كده being built here. ناخد بقى جزئية تانية خالص، يا ريت برضو لو حضرتك تشرحها. هنتكلم بقى على not only but only. هنقول بس الجملة الأول للطلبة وبعد كده هنشرح لهم not only but also. He studies animals and plants. He studies animals and plants. وطالب منه نستخدم not only but also. أنا عندي هنا طبعا في فخر السنة، فخر المنهج بتاعنا عندنا not only but also، في كمان neither nor و either or وهكذا. طب أنا لما أجي أحل جملة زي دي هنجاوب نقول he doesn't only study animals but he also studies plants. انا جبت not only قبل الverb الاول اللي هو كلمة study. تمام. انا فينا الverb he doesn't only study animals but he also studies plants. بس في طريقة اسهل من كده شوية. تمام. ان انا ممكن ان انا من يعني اصل دي اعتقد انها بتبقى صعبة شوية على الطلبة. انا ممكن اجاوبها بطريقة اسهل من كده، اقول he studies not only animals but also plants. يا ريت لو حضرتك تقول لنا بس موقع كلمة not only but also في الجملة، يعني الطلبة يحطوها فين بالظبط؟ يعني أنا حتى برجح الطريقة التانية دي. تمام. احنا not only أسهل وأبسط، وكمان إيه؟ أصل أنا لما يكون عندي two verbs يبقى ممكن ساعتها أنفي الأول وأثبت التاني. تمام. لكن لو هو عندي verb واحد فيفضل إن أنا أجيب not only قبل الاحتمال الأول اللي عندي اللي هو كلمة animals. تمام. but also قبل الاحتمال التاني اللي هو كلمة plants. يعني أنا حتى بحب باجي في اخر السنه كده الحاجات اللي فيها الاوبشنز الاختيارات دي كلها اقول للطلبه ان حط نوت اونلي قبل الاختيار الاول ونوت بات اولسو قبل الاختيار الثاني. يعني انا لو قلت مثال تاني كده علشان خاطر نسهلها شويه، لو قلت شي ايت فيش اند رايس، يعني حاجه سهله كده بسيطه، انا بس بدي حاجه على سهله علشان خاطر ااكد على موضوع not only but also، وطلب مني استخدم not only but also. تمام. فانا هنا بحددها، بحدد، انا بحب اقول للطلبه حدد الاحتمالات بتاعتك الاول. يعني او الاوبشنز اللي عندك fish والاختيار الثاني rice. This is number one and this is number two. هتحط not only قبل fish وبات also قبل rice. تمام. بمنتهى السهوله. مفيش اسهل من كده. انما علشان خاطر اقول له بقى ان ينفي الفيرب، وهو طالما هو فيرب واحد يفضل ان انا اجيبها بالطريقه الاسهل دي. اروح قايل شي ايت not only fish but also rice. اوكي. تمام. اوكي. ثانك يو فيري ماتش. يور ويلكم. ناخد جمله ثانيه. Yeah. طارق has got a few mistakes. طارق has got a few mistakes. وطالب منه هنا يستخدم many. ده بقى بيفكرنا بدرس برضو خلال الطلبة countable and uncountable والcomparative. ازاي نعمل comparative؟ لسه برضو هناخد جمل عليه. تمام. حضرتك ذكرنا بيه كده. هي بس يعني كإجابة للأسئلة النوعية دي بمنتهى السهولة كده. لما لو ادى للطالب كلمة a few بالظبط كده يعتبر هتساوي not many. تمام. لو كتب كلمة little or a little يبقى دي هتساوي not much. تمام. احنا كده a few معناها قليل و not many معناها مش كتير. تمام. بس طبعا دي للcountable nouns او بستخدمها مع الاسماء اللي تعد. وكلمة a little برضو معناها قليل و not much معناها مش كتير، بس بستخدمهم مع الكلمات التي لا تعد. تمام. اللي هي uncountable. يعني جملة زي دي هو مديني فيها كلمة اعتقد كلمة few. تمام. وطالب مني استخدم many. يبقى انا has got a few mistakes. وطالب نستخدم many. يبقى باختصار كده بمنتهى السهولة هنشيل كلمة a few. تمام. ونحط بدلها not many. بالضبط. دي الاجابة بمنتهى السهولة. تمام. فهتبقى الانسر طارق hasn't got many mistakes. Yeah. طارق hasn't got
many mistakes. Yeah. طبعا في examples تانيين هنخلي بقى الطلبة يتلخبطوا شوية. Yeah. هيجيب لهم مرة حاجة فيها countable ويطلب منهم يستخدم uncountable. صفة ليها تكون مع ال uncountable فنوضحها لهم برضو. تمام. عندنا ال example ده أو المثال ده. آلاء has got 15 pounds. آلاء has got 15 pounds. آية has got 10 pounds. وطالب منهم كلمة less. less أقل. أقل. طبعا احنا عندنا هنا الكلمات أو المقارنة ما بين عدد الباونز أو عدد الجنيهات. وطالب نستخدم كلمة less وطبعا كلمة less دي بتستخدم مع الحاجات الـ uncountable أو التي لا تعد. فلازم الطلبة ياخدوا بالهم وبرضو حضرتك وضحها لهم أكثر. يعني احنا إن هنا حضرتك إن احنا عندنا كلمة pounds ده اسم يعد. يعد. الجنيهات تعد. لكن لما اجي هجيب ليست لازم اجيبها مع الاسماء التي لا تعد. لا تعد. فانا هجيب ماني كلمه ماني الفلوس نفسها. يعني هنقول ايه has got less money than الاء. تمام. ايه has got less money than الاء دي الكوريكت انسر. وزي ما مستر صبحي قال جبنا less عشان جبنا ماني عشان كلمه less بتستخدم مع الاسماء التي لا تعد. عندنا جمله ثانيه there isn't enough sugar in the cake. There isn't enough sugar in the cake. وطالب يستخدم too little. تمام. برضو كلمة not enough. علشان خاطر احنا بس يعني في وقت المراجعة فانا بحب ان انا ايه زي ما بحب موضوع الكابسولز ان انا إيه الطالب ياخد اجابات مختصرة او شرح مختصر حاجة يعني تساعده على الاجابة على طول. تمام. Not enough equals بتساوي على طول كده too little او too few. يعني الجملة لو كانت الجملة عندك فيها too little هتشيلها وتحط not enough والعكس برضو too few تشيلها وتحط not enough وهكذا يبقى not enough بتساوي too little أو too few. not enough طبعا معناها غير كافي too little قليل جدا جدا للكمية وtoo few قليل جدا جدا للعدد. تمام. Thank you very much. فالانسر هتبقى there is too little sugar in the cake. يعني هنا شيلنا بالظبط زي ما احنا قلنا not enough وحطينا بدلها too little. too little. تمام. There is too little sugar in the cake. بعد كده عندنا الجملة دي هي ليها علاقة بال comparison في superlative بقى. Diamond is more expensive than other metal. Diamond is more expensive than other metal. وطالب بنستخدم كلمة most. احنا هنا هنحول من comparative لsuperlative. من comparative لsuperlative. يعني بدل more adjective than هنحولها بنجيب كلمة the most. طبعا the most او the least. اما اجي احول لsuperlative بجيب the most او the least وبعديها adjective الصفة. تمام. يعني هناخد جملة بس سريعة عليها كده علشان خاطر تبقى اكثر وضوحا. لو قلت مثلا آية is the most beautiful girl in our school. طبعا انا عندي هنا كلمة the most وبعدها الادجكتيف beautiful. beautiful. تمام. يبقى في لما اجي استخدم السوبرلاتيف التفضيل بجيب the most او the least وبعديها الادجكتيف. هنا بالظبط احنا بننقل الجمله من comparative لسوبرلاتيف من مقارنه بين اتنين لصفه تفضيل. تمام. فلو قارنا بقى على المثال اللي عندنا هنقول diamond is the most expensive metal. Yeah. diamond is the most expensive metal. بعد كده عندنا example تاني. I'm nearly certain that he lost his way this morning. I'm nearly certain وكلمة certain دي بتفكرنا بدرس من الدروس برضو اللي هو deduction. yeah. بالضبط. I'm nearly certain that he lost his way this morning. وطالب نستخدم كلمة must. سريعا برضو كده التعبيرات الديدكشن كلها اللي هي must. طبعا احنا نتكلم على deduction in the past في الماضي. تمام. must have might have ده اللي موجود عندنا في المنهج بتاعنا deduction must have might have and can't have. طبعا التلاتة بيكون قبليهم السبجكت الفاعل وبعديهم الباست participle تصريف التالت الفاعل. تمام. وزي ما حضرتك قلت ده بنستخدمه لما يكون الموقف في الماضي. زي ما هو هنا كاتب كلمة lost استخدم فعل lost ما استخدمش كلمة
لوز. فطبعا هنستخدم معاها deduction في الماضي. تمام، يعني لازم ابدا بالسبجكت الفاعل واجيب التعبيرات دي must have might have or can't have وبعديها الباست بارتيسيبل. لو انا متاكد ان الفعل ده حصل هجيب must have والتصريف التالي. طيب لو انا شاكك مش متاكد هجيب might have، لو متاكد بالنفي can't have. تمام thank you very much. الجملة هتكون he must have lost his way this morning. He must have lost his way this morning. طبعا احنا بقى يعني للاسف وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا. We came, ran out of time. مستر صبحي حضرتك بذلت مجهود فظيع النهارده. Thank you very much You're welcome. For your effort. و thank you the screen viewers for watching us. بشكركم جدا. And hopefully I'll see you again in many other episodes. اتمنى اشوفكم تاني. Thank you and bye.